فيديو اليوم راح احكي لكم قصص المتابعين، واللي حاب اني احكي قصته هي حسابي على انستغرام طلع قدامكم، ابعثوا لي قصصكم عليه. مرحبا يا جماعه، معكم سلامه في فيديو جديد. ما شاء الله عليكم يا جماعه، بعثتوا لي كثير قصص، اصلا مش عارف اذا راح اقدر احكيهم كلهم في فيديو اليوم، بس راح احاول يعني قد ما اقدر احكي قصص كثير، واللي ما راح احكي قصته يا جماعه راح اخليها للفيديو الجاي. وقبل ما نبلش بالقصص يا جماعه، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، يلا خلينا نبلش. وزي ما اتفقنا يا جماعه، بدي احكي القصص بصيغه انه صارت معي عشان تطلع احلى، ولا القصص هذول كلهم صاروا مع المتابعين ما صاروا معي انا. زمان لما اجت العطله الصيفيه يا جماعه، لما كنت صغير كنت حاب انا واصحابي انه نطلع عمول ونطش ونكيف زي العنجد، بس احنا ما كانوا راضين يطلعونا على المول، كانوا خايفين علينا. فاحنا اتفقنا يا جماعه انه نحجز ملعب ونلعب طابه، والملعب ساعتين ونص مع كرتونه مي ب 20 دينار. بس انا اللي زبطت الطلعه يا جماعه، وانا اللي اتفقت معهم وقلت لهم انا بدي احجز، انا بدي اعمل كل شيء. واللي جايين على الحجز يا جماعه كنا 10، فكل واحد بدفع ليرتين هيك صاروا 20 دينار. واتفقت مع ال10 قالوا لي تمام كنا جايين. واحنا كنا مخططين انه طلعت تكون يوم خميس، وبس اجت الطلعه يا جماعه رحت انا قلت لهم انا اللي بدي احجز، انا بدي اعمل كل شيء. رنيت الملعب يا جماعه وحجزت، بس ما دفعت، الدفع بس نخلص لعب. والحجز يا جماعه كان على الساعه 6 المساء. اجى يوم الخميس وكنا مكيفين ومبسوطين وخلص بدنا ننزل على الملعب نلعب. هسه احنا يا جماعه ايامها كنا صف سابع، فجبت واحد بعرف احتياط اذا واحد ما اجى كان صف رابع، جبته هيك زياده عدد. ولما وصلت على الملعب يا جماعه ما لقيتش غير اثنين جايين. قعدت استنى يا جماعه، انا خف عقلي انه يروح الحجز وما حداش يجي، بس بعد الحمد لله كلهم اجوا. بس كان عندنا مشكله، المشكله يا جماعه انه المدرسه ما كانت مفتوحه. هسه هو الملعب اللي بدنا نحجزه ملعب تابع لمدرسة، فباب المدرسة الرئيسي كان مسكر ومش لاقيين لا الحارس ولا لاقيين حدا. بعدين قررنا يا جماعة انه كلنا ننط من السور ونفوت نلعب هيك، نلعب خاوة. نطينا من السور يا جماعة، كان طويل، كان يجوز 4 متر، فنطينا منه ورحنا نلعب. رحنا يا جماعة بالمصاري اللي بدنا ندفعهم للحجز، رحنا جبنا اشياء زاكية، مي وعصير وشبسات، وقعدنا كيفنا. المهم لما خلصنا لعب يا جماعة كانت الساعة تقريبا 8 الا ثلث، فنص الاولاد اللي معنا نطوا من السور وروحوا وظلينا احنا النص الثاني. بعدين لما صارت الساعة 8 يا جماعة جينا خلص بدنا نروح، زقنا وبدنا نروح. ولا فجأة يا جماعة يجي مدير المدرسة، قعد ساعة يا جماعة يحقق معنا انه ليش فايتين ومش عارف ايش. فانا من الخوف يا جماعة صرت احكي للمدير اقسم بالله انه دفعت 20 ليرة للحارس، والحارس ابصر وين راح، وانا كذاب اصلا لا دفعت ولا ايش، رحنا صرفنا المصاري اشترينا فيهم عصير وبسكوت وشيبس. بعدين فجأة يا جماعة فتح تلفونه ورن على 911 وحكى لهم هيك بالحرف، في ولاد عاملين سطو على المدرسة بدهم يسرقوا المقصف وكسروا الباصات، واجوا على المدرسة يا جماعة 4-5 سيارات. بعدين لما شافوا انه القصة ولاد صغار روحوا وظلت دورية واحدة، فنزل واحد من الشرطة وقال مين اللي حاجز؟ كل اللي معي اشروا علي انه انا اللي حاجزت، وصار يصرخ علي يا جماعة انتم مش دافعين كيف تدخلوا، راح احبسكم. وكل واحد من اصحابي يا جماعة رن على ابوه، وفي واحد يا جماعة صار عيط ورن على ابوه وحكى مع ابوه وهو بعيط، والشرطة حكى لي رن على ابوك واعطيني رقم ابوك. فانا قلت له مش حافظ رقم ابوي، وظليت احلف له يا جماعة انه معيش رقم ابوي حتى صدقني اخر شيء. بعدين يا جماعة في واحد من اللي كانوا معنا، خلينا نفترض اسمه كندرة، المدير رن على ابوه حكى له انه ابنك واصحابه عاملين سطو على المدرسة وانا جبت لهم البحث الجنائي. وابو كندرة حكى للمدير باجي بدعس عليك وبدعس على البحث الجنائي. هون يا جماعة خلص كلنا خف عقلنا وقلنا خلاص راح ننام بالسجن. بعدين يا جماعة نقلوني للشرطة الثانية، فأنا حكيت له والله أسفين ما بنعيدها وغلطة وغلطناها وإحنا أولاد صغار ومش عارفين شو بنسوي. وهو يا جماعة كان متفاهم أكثر من الشرطة الأولاني، لأنه يا جماعة اللي قبل كان مع كل سؤال يشمطني كف يخليني أدوخ، وآخر شيء يا جماعة تركونا وروحنا. وأنا لما روحت على الدار أهلي ما كان يعرفوا أي شيء وما حكيت لهم أي شيء، ولحد الآن ما بيعرفوش إيش عن القصة اللي صارت. هاي القصة ذكرتني بقصة صارت معي زمان، لما كنت صف ثامن أو تاسع يا جماعة كنت ألعب بالحارة طابة، وكان في مدرسة بنات فيها ساحة كبيرة بظل نلعب فيها طابة، فإحنا يا جماعة كنا نزعج الحارس، ومرة جاب لنا شرطة وخلوهم يطرونا، فإذا حابين أحكي لكم إياها قصة كاملة في فيديو كامل احكوا لي بالتعليقات، بحاول إني أتذكر كل الأشياء اللي صارت وأعملها فيديو، وهسه يا جماعة خليني أحكي لكم القصة الثانية. قصتي مع الدخان، انا واصحابي كنا طالعين على المول، وبطريقنا للمول رحنا على الدكان نشتري باكيت دخان، يعني اشتركنا بباكيت وبدنا نتقاسم مع بعض. فدخلنا واشترينا باكيت دخان وظلينا طالعين وخبينا. واحنا على الطريق بحكي لصاحبي هات سيجاره خلينا نبلش ندخن من هسه، فحكى لي لا بس نوصل للمول بندخن لانه هناك منطقه امان. كلنا يا جماعه كنا خايفين انه اهلنا يمسكونا، فقلت له خلاص ماشي بندخن بالمول. المهم يا جماعه اول ما طلعنا من الدكان واحنا على الطريق لسه ما طلعناش من الحاره اصلا، ابوي رن علي، ابوي بيحكي لي وينك؟ فانا قلت له طالع مع اصحابي. قال لي حدد موقعك بالضبط. انا يا جماعه حطيت ميوت وقلت للشباب اسمعوا ضب الدخان، وقلت لابوي ان هيني تحت الدار. قال لي هيني انا تحت الدار ومش شايفه، فقلت له هيني عند اخر الحاره من تحت. قال لي دقيقه وبكون عندك. فعليا دقيقه يا جماعه وكان عندنا. حكالنا شو اشتريتوا؟ قلنا له ما اشترينا شيء. رن على امي وحكى لها قديش اعطيت الولد مصاري، فقالت له اعطيته 5 ليرات. شاف يا جماعه انه المصاري ناقصين، وقال انه سالت بعد الدكان وقال له انه اشترى من عنده دخان. فاحنا يا جماعه عجقنا وبطلنا عارفين شو بدنا نحكي. اخر شيء حكينا والله الدخان لابو صاحبي. قال لي كذاب. بعدين صاحبي يا جماعه كذب كذب اقسم بالله لحد هسه مش عارف من وين جابها. قال انه باكيت الدخان بدنا
اعطيه للسكيورتي اللعبه بالمول عشان يرضى يدخلنا. وابوي يا جماعه مسك ايدي وصار يشم فيها، فشاف انه مش مدخن، يعني ما كنتش مدخن انا وفيش عيد راح يدخن. وانا صرت احكي لابوي هي صاحبي شم ايد صاحبي كمان عشان تصدقنا. وصاحبي يا جماعه صار ينكشني، ولما راح ابوي وقال لي انا ايدي ريحتها كلها دخان. يعني ابوي لو رد علي يا جماعه وشم ريحه ايد صاحبي كان رحنا فيها. ولما روحت على الدار يا جماعه عشان اهلي ما يفتح شيره الدخان صرت احكي لهم بدي ابلش ادرس، بدي اصير رائد فضاء، وخلاص انا قررت اني اصير الاول على الصف. اهلي هون يا جماعه انبسطوا ونسيوا الموضوع. وهسه يا جماعه خليني احكي لكم القصه الثالثه. هاي القصة يا جماعة وقتها كان عمري 11 سنة، يعني كنت كثير صغير، والفاير بليس اللي عندنا يا جماعة كان الباب تبعه قزاز، فانكسر القزاز يا جماعة وابوي لما حطه بسطل، وتعاجز انه يكبه فخلناه على البلكون، وطلع يا جماعة هو امي مشوار وتركني انا واختي الصغيرة بالدار، بس انا ظليت بالبيت لحالي يا جماعة مع اختي الصغيرة اللي كان عمرها تقريبا 5 سنين، المهم انا كنت زهقان فطلعت على البلكون عشان اطير زهق، فانا يا جماعة كنت قاعد على البلكون زي هيك، طليت على الارض لقيت سطل القزاز تبع ابوي اللي ما كبه، فصرت امسك قزازي هيك وارميها على السيارات، تمرق سيارة ارمي قزازي، يمرق باص ارمي قزازي، يمرق حمار ارمي قزاز. المهم يا جماعه انا زهقت والسطل بلش ينقص، فانا بديش ابوي يلاحظ اني كاب قزاز على السيارات، والله لا يفضح لو عرف. المهم رن جرس الدار فقلت مين؟ قال لي افتح لي انا خالك. والمشكله انه بنفس اليوم خالي كان مسافر، وخالي بالعاده لما يجي علينا ما بيحكي لي افتح لي انا خالك، بيحكي لي افتح لي يا خال. انا هون شكيت وقلت له مين، وصرت اعيط واصرخ، وركضت يا جماعه على التلفون الارض ورنيت على الشرطه. ردت علي شرطيه، خالته الحقيني مشان الله. بتقول لي شو في؟ ايش في؟ في حرامي على باب الدار بحكي لي انا خالك وبدي يسرقنا ويخطفنا. وصرت عيط يا جماعه وصارت تهدي فيي، فسالتني وين ساكن، اعطيتها موقع الدار بالضبط. 5 دقائق يا جماعه وصلوا عبوا العماره بحث جنائي. وقتها يا جماعه صار يدوروا تحت الخزانات وجوا الخزانات ونبشوا العماره كامله وما لقوا له اي اثر، ودقوا يا جماعه على باب الدار وحكوا لي افتح لنا احنا الشرطه، فانا من الخوف ما رضيت. المهم يا جماعه روحوا واجوا اهلي. هسه الشرطه يا جماعه سجلوها بلاغ كاذب لانه ما لقوا حرامي وما لقوا اشي. وصار يا جماعه ابوي يحكي معهم، يا جماعه الخير هذا ولد صغير وحس بالخوف اكيد بده يلجأ لكم. والله عن ابوك يا ابن الكلب. اه والله ولد صغير. ويومها يا جماعة أكلت قتلة والتلفون الأرضي كسروا على راسي، ربطنا على التخت 3 أيام بدون لا أكل ولا شرب. وبحكي لي أنا طول عمر الشرطة ما عمرها حكت معي ورحت مغفر، على دورك صاروا يحكوا معي وصار يضرب فيي يا جماعة. وهسه يا جماعة خليني أحكي لكم القصة الرابعة. القصة الرابعة يا جماعة لزيد العسالي، بتحكي لكم يا جماعة قصتي لما كنت أسرق وأنا صغير. مرة بالصف الخامس صحيت وكان أول يوم دوام بالفصل الثاني، فقعدت يا جماعة أترجى أمي تعطيني ليرتين إني أعك قدام الطلاب أول يوم وزي هيك، وأمي ما رضيت، وأنا يا جماعة لازم آخذ أكثر من ليرة عشان أعك على الطلاب، يعني أول يوم لازم آخذ ليرتين، يعني بدي أعمل حالي غني يا جماعة قدام الطلاب، فقعدت أفكر إيش أعمل، فخطر على بالي إني أسرق من أبوي، وهيك هيك أبوي ما راح يحس لأنه ما بعد المصاري. ودخلت يا جماعة غرفة أبوي قعدت أدور على المحفظة ولقيت إنه المحفظة جنب أبوي على الجهة البعيدة، فكانت يا جماعة وأنا بمشي رجلي بتطلع صوت فلبست جرابات عشان ما تطلع صوت، والله كنت ذكي أيامها يعني. المهم يا جماعة دخلت سرقت 10 ليرات وظلتني طالع وما حدا حس علي يا جماعة، ورحت على المدرسة وأنا معي كان معي 11 ليرة، الليرة اللي كانت معي من الأول والعشر ليرات. ولما داومت على المدرسة صار عندي صاحبين، فجأة هيك لما شافوا معي مصاري صاروا صحابي، اشتريت لكل واحد فيهم سندويشة زنجر على أساس إن الغني اللي مش فارقة معي، وظليت يا جماعة طول الدوام وأنا أعايرهم فيها إنه أنا اشتريت لكم سندويشة زنجر، أنا طعميتكم، أنا إنه هيك قعدت أك عليهم يا جماعة وأعاير فيهم. والمهم يا جماعة خلصنا دوام المدرسة، روحت على الدار يا جماعة كان معي 5 ليرات، فأمي حكت لي أبوك بيحكي ناقص 10 ليرات من المحفظة أنت ماخذهم؟ قلت له لا والله وأقسم بالله لا، فحكت لي خلاص طيب ماشي. أنا من غبائي يا جماعة خفت وقلت خلنا نرجع 5 ليرات على المحفظة، فاستنيت أبوي يروح من الشغل يا جماعة، ولما روح دخل على الحمام وخلى محفظته على الطاولة، فأنا مسكت المحفظة وجيت بدي أرجع 5 ليرات، وأنا قاعد برجع فيهم أمي شافتني، وإجوا إخواني يا جماعة وأبوي طلع من الحمام وقتلني قتلة. طبعاً يا جماعة ثاني يوم لما طفرت رحت على اصحابي اللي اشتريت لهم سندويشه زنجر قلت لهم رجعوا لي مصاريه، وما رضوا يعطوني يا جماعه، وانا عصبت رحت اشتكيت للمدير انه اشتريت لهم ساندويش وما رضوا يعطوني حقهم. فالمدير يا جماعه رن على ابوي وحكى له انه تعال عشان ابنه، والطلاب يا جماعه كانوا يحكوا لابوي ان انا اللي عزمتهم، والمدير فصلني من المدرسه. طبعا انا مش عارف ليش المدير فصلني لان ما سويت شيء يعني، طبعا فصلنا لمده يوم واحد المدير من المدرسه مش كامل، لو يوم واحد بس. وابوي يا جماعه طبعا نزل درج المدرسه وهو قاعد بضرب فيه شلاليت، وانا اصلا كنت نفس اليوم هذا سارق لي زياده على مصروفي. بس يا جماعه خليني احكي لكم القصه الخامسه. انا يا جماعه عايش بمنطقه مدينه السلط، وهاي المنطقه اللي انا ساكن فيها فاضيه شوارعها بالليل يعني ببركش فيها سيارات، فانا من زمان كنت انزل دائما اخمس بسياره ابوي، يعني متمكن من الموضوع كثير، يعني بحب اخمس وكثير بعرف اخمس. وهذا اليوم اللي نزلت فيه يا جماعه كانت الدنيا شتويه وكان الشارع بزحلق، فانا يا جماعه اجت ببالي فكره انه لو سحبت الهند وخليته رافع ايش ممكن يصير. صارت السياره يا جماعه تروح يمين وشمال زي السعوديين، ضليت يا جماعه انا وصاحبي نطلع يوم ورا يوم نروح نخمس ونكيف ونضل نخمس لقبل اذان الفجر لحتى يصحى ابوي كان يصحى اذان الفجر، فاحنا نروح قبل ما يصحى.
المهم يا جماعة بيوم من الأيام طولنا وزودناها كثير بالتخميس، يعني كل الحارة سمعت صوت تخميس السيارة. ثاني يوم يا جماعة إجا جارنا حكى لأبوي إنه شو رأيك تشتري لابنك سيارة وتخليه يخمس بالبحر الميت؟ أبوي قال له ليش؟ قال له بدل ما يزعجنا بالليل خليه يروح يخمس بعيد عنا. طبعا يا جماعة أبوي انصدم وقال له مش فاهم شو قصدك فهمني. فحكى له 1 2 3 ابنك بيسوي هيك هيك وبخمس بالحارة. طبعا يا جماعة أبوي ما صدقه ونسى القصة. وبعدها بفترة يا جماعة تهوشت أنا وصاحبي اللي كنت أطلع أخمس معه وراح يفسد عني لأبوي، فرجع كل فيديوهات التيك توك اللي كنت أنزلها وأنا بخمس بالسيارة. فهاي الفيديو إذا بدكم تشوفوه. وهسه يا جماعة خلينا أحكي لكم القصة السادسة. انا كنت بمدرسه خاصه وبعديها نقلت على مدرسه حكوميه. هسه بطابور المدرسه يا جماعه كان في كثير طلاب مشاغبين وانا كنت اشاغب معهم. فجاه يا جماعه بيجي استاذ بيضربني بعصاي على رجلي، فانا يا جماعه صرت انط من الوجع، فهو فكرني برقص وبتهبل، ولما فكرني بتهبل مسكني وطلعني عند مكان ما بيحكوا الاذاعه. فكرت يا جماعه بده يقول لي احكي هل تعلم ولا احكي مقدمه الصباح ولا مش عارف ايش عن الاذاعه. فانا وقفت هيك يا جماعه مكيف عند الاذاعه بتطلع على الطلاب وما بلاقي غير ايد مسكتني وبلشت تضرب فيه. كل طلاب المدرسه يطلعوا علي ويضحكوا علي، وكل ضربه يا جماعه كان يضرب فيها انا كنت أنط. واخر شيء فزعوا لي كل اساتذه المدرسه والطلاب نصهم طلعوا فزعوا لي. واخر شيء يا جماعه عشان انا ما احكي لاهلي وما ازعل اجى مساعد المدير وحكى لي خلاص بدي اعطيك مكافاه عشان ما تزعل. انا كيفت يا جماعه قلت اصلا شو بده يعطيني؟ طلع يا جماعه بده يعطيني دفتر صغير، فاعطاني اياه وروحني على الدار. ومن وقتها يا جماعه لليوم وانا كل ما اشوف الاستاذ اضل اسب عليه وبتمنى تقول اسمي اوس الشافي من فلسطين جنين. اهلا وسهلا باهل فلسطين واهل جنين. وبس يا جماعه حس الفيديو طلع طويل، ان شاء الله بكمل باقي القصص بالفيديو الجاي. ان شاء الله اللي ما حكيت قصته راح احكيها بالفيديو الجاي، فاستنوني يا جماعه بالفيديو الجاي. واكتبوا لي بالتعليقات اذا حابين اني اعمل الجزء الرابع من سلسله قصص المتابعين يكون طويل كثير، يعني مثلا ربع ساعه، اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا لكم على المشاهده، كان معكم سلامه، يلا سلام.